السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. قبل دخول شهر رمضان من الضروري هو إن احنا نشتري أشتال خيار. من المشتل بنشتري شتلة الخيار وبنزرعها بنفس الطريقة، وفي خلال 30 يوم إلى 40 يوم حد أقصى بيكون عندنا خيار أو بنحصد خيار من أشتال الخيار اللي احنا بنزرعها. هشتري أشتال الخيار من المشتل بنفس الشكل، وهجيب السيس أو في حديقة المنزل. أنا هنا هزرع في السيس، والأشتال اللي أنا مشتريها أشتال متسلقة، فبالتالي يكون عندي سنات بنفس الشكل. لو حضرتك تزرع أشتال خيار عادية أو صنف خيار عادي، فمش شرط يكون عندك سناد عشان الشتل الطبيعي هو كده كده مش متسلق، لكن أنا بالنسبة لي حاطط السناد لأن الشتل اللي أنا زرعه متسلق أو نوع الخيار اللي أنا زرعه متسلق. هزرع شتلة واتنين وتلاتة وأربعة مفيش مشكلة، لكن القصيص اللي زي كده بيناسبه شتلة إلى شتلتين. نفس الطريقة في البداية عادي لو الأشتال كتيرة وبعد كده خففنا الأشتال. أنا بالنسبة لي متوفر عندي أشتال فهزود الأشتال شوية وبعد كده ممكن أخفف الشتلة. بعد كده هروي وهروي ريا غمر في البداية، وانتظر لحين ما ألاحظ سطح التربة بدأ يجف أبدأ أروي واعتني بالأشتال عندي.